والله يجيك احباط يا جماعة، شاد حيلك سهران الساعة 6 الصبح وخبر ورا خبر. ترى كل خبر ياخذ له، كل خبر ياخذ له ثلث ساعة نص ساعة كذي، وانا قاعد اقرا الرسائل واشوف ولا في بدلية كبيرة قطيتها بالارقام. ما راح امسحها، ما راح امسحها، شو اسوي؟ خلاص، بس لازم احنا نتفق يا جماعة، لازم نتفق يا جماعة. سهران يعني لازم تطوفون تتقبلون، يعني ترى هذه اهون من واجد اشياء، يعني ترى انا قاعد اقرا، يعني عندي عيون وقاعد اشوف 75,000 دولار، لذلك انا قلت لكم 22,000 دينار كويتي، يعني مو انا قلت لكم 22,000 دينار كويتي، يعني ادري انه 75,000 دولار، بس ما ادري شلون تطلع من حل شيء ثاني، يعني ما ما ادري، عندي مشكله بالترابط ما بين ما ادري. المهم ترى هذا كل اللي دشوا علي بالدارج اعرفهم، بس ما هذول متابعين جدد مو قدامى، القدامى يعرفون خلاص، في مذكره تفاهم سويناها من زمان مع المتابعين، الغايب على قولتهم الحاضر يبلغ الغايب، والجديد لازم يدري. توك متابعني حبيبي لازم تفهم شغله عزيزي المتابع الجديد، انا متفق مع متابعيني، ترى فضل رب العالمين، يعني كم عدد كبير من المتابعين معاي من اكثر من 10 سنوات، الحمد لله، من ايام المدونه، من 2008 و2009 و2010 و11 و12، متفقين ان يعني وانتو مع بعض خلاص. عندي مو بدليات، هي ما عندي مشكله منذ الصغر صراحه وبالوراثه، يمكن ان غلط بالارقام، عندي مشكله اغلط بالارقام، يعني اشوف قدامي 400 اقول 4000، ما ادري ليش، او اشوف 44 عادي ما ادري، بس شلون مساع 75,000 قلت 25 مليون ما ادري. فطوف خلاص، انت تشوف كذي، انت عليك عليك باللي اللي انت تشوفه، يعني محمد قال شيء طوف، معاي ولا مو معاي، خلاص اتفقنا، وقع، انتهى الموضوع. متابعين القدامى ترى والله من زمان امورنا تمام، وعادي مرات ثاني يوم اشوف البدليه، ادري انها بدليه بس ما اشوف ولا احد يعلق ولا شيء، لان خلاص في وان تو نكبر يا جماعه. المحور حديثنا وشكلي بدي كل شهر مره كذي انوه، لان المتابعين يجون جدد يسببون مشاكل يا جماعه، ما يصير، لانه والله مساء قاعد نعسان واخبار ورا اخبار، الحين صح صح يلا زين فرصه صح صح خلينا ندور اخبار اكثر.